هنتكلم على الـ image formal by the plane mirror. احنا بحط اي object قدام مراية بنبدأ نشوف صورة للايه للـ object اللي قدام المراية. طيب الناس لغاية تبدأ تيجي تقول الصورة دي اتكونت ازاي، يبقى ابسط تفسير لأي حد يقولك ده بسبب الـ light ايه الـ light reflection. طيب ايه اللي حصل بالظبط علشان يكون ايمج للاوبجكت ونبدا ايه نشوفها. هنسبوز ان في عندنا بلين ميرور اللي هي ديت، في اوبجكت اهو، اوبجكت دوت في موجود في مكان منور. يعني ايه مكان منور؟ يعني يبقى في لايت سورس. انت لو واقف قدام مرايه والمكان ضلمه مش هتشوف صوره، يبقى اذا انت في عندك لازم يكون في لايت سورس. اللايت يجي من السورس ويخبط في الاوبجكت، الاوبجكت يرفلكت اللايت ريز ديت اهيت، وبعد كده يروح ناحيه الميرور، الميرور ترفلكت اللايت ريز، وبعد كده اللايت ريز دي توصل لعين البني ادم، وبعد كده البني ادم يبص يلاقي الايمج بتاعت الاوبجكت زي ما انتم شايفين كده. طيب تقول اشمعنى الايمج اتكونت في المكان ده بالذات؟ يعني ليه ما اتكونتش فوق؟ ليه ما اتكونتش تحت؟ اقول لك بمنتهى البساطه ان اللايت او الريز اللي بتوصل للعين خلاص بيبقى العين بتتعامل معاها وكان اللايت ريز ديت جايه من ستريت دايركشن خلاص، كان كل اللايت ريز وصلت لعين البني ادم ده خلاص كلها جايه من مكان واحد. طيب انا اللايت ريز زي ما انتم شايفين بتبدا تبعد هنا عن بعض، لو انت عملت اكستنشن للايت ريز دي هتتقابل في بوينت، المفروض البوينت ديت هي البوزيشن بتاع مين؟ بتاع الايمج للاوبجكت اللي قدام. فالفينومينا كلها بتعتمد على اللايت ايه؟ اللايت ريفليكشن. طيب الكلام ده بيجي لنا ازاي في الباست بيبر؟ ان احنا نرسم دروينج يجيب لك بلين ميرو زي ديت ويرسم لك سهم على اساس ان هو الاوبجكت ويقول لك ارسم بقى أو draw rays to locate the position of the image. هتبدأ ترسم light rays بالشكل اللي أنت شايفه ده. هنبدأ نرسم أسهل two light rays ممكن يترسموا إزاي. أول light ray اللي هو light ray اللي بيبقى جاي perpendicular على الميرور. في الحالة ديت الـ angle of incidence قيمتها كام؟ 90. هو جاي perpendicular، هو جاي normal، يبقى الـ angle of incidence زيرو. ماشي زيرو، هو جاي على النورمال، يبقى الانجل اوف ريفليكشن برضو كام؟ زيرو. فاللايت ده يرفلكت ويرجع لورا. ناخد لايت ري تاني من نفس المكان اهو، نوديه على الايه الميرور. طبعا ده هيرفلكت في الدايركشن دوت، بحيث ان انت لو جيت رسمت نورمال في المكان ده الانجل اوف انسنس تبقى قد الانجل اوف ريفليكشن. طيب اللايت راي ده يعتبر ريفلكتد راي، واللايت راي دوت يعتبر برضه ريفلكتد راي. دول طبعا مش هيتقابلوا، ابدا اكمل الاكستنشنز اللي انا بكملها ورا دي اهي. خلاص الاقي الاكستنشنز دي بتانترسكت في بوينت واحده، البوينت اوف انترسكشن دي هي تعتبر ايه؟ تعتبر الايمج للاوبجكت اللي عندنا. فدي طريقه رسم الايه؟ الايمج اللي اتكونت بالبلين ميرور. من رايي انا لو مكانك وماسك ورقه وقلم دلوقتي هرسم الكلام ده ولو مره علشان يثبت في دماغي. جربوا كده، ارسم لاين بيمثل الميرور واوبجكت سهم كده قدامه، هات خط من الاوبجكت بيربنديكولار على الميرور ويعكسوا على نفسه بالشكل. لايت ري تاني اهو من الاوبجكت وادي للميرور خلاص، نعمل هنا نورمال على بوينت اوف انسنس، يعني اللاين يبقى بيربنديكولار على الميرور اهو، وبعد كده اعمل له ريفليكشن بحيث يبقى التو انجلز دول زي بعض. الناس ممكن تنفذ الخطوات دي يلا دلوقتي.
تمام يا مستر. بعد ما تعملها كمل الاكستنشنز كده لغايه ما تقابله في بوينت، عندها ارسم الارو بتاع الايمج وتكتب عليه ايمج. هو هنا الايمج هتبقى زيها زي الاوبجكت، يعني السهم هو بالظبط في السايز يعني واللينس، صح؟ اه بالظبط. ثانية واحدة يا جماعة. معلش يا جماعه معاكم. طيب نشوف بقى البروبرتيز بتاعت الايمج اللي كونت بالبلين ميرور. اول حاجه بتقول ان الايمج دي فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال ايمج؟ مفيش اصلا ايمج ورا المرايه، تمام؟ ليه بقى؟ ان هي cannot be received on screen. يعني ايه ايمج cannot be received on screen؟ حضرتك لما بتيجي تقعد قدام بروجيكتور عشان تسمع حصه او تسمع درس، ماشي، بيبقى انت في لايت ريز خارجه من البروجيكتور، واللايت ريز ديت بتعرض لحضرتك صوره لشاشه اللابتوب، خلاص، على البروجيكتور اللي ايه، على الحيطه اللي عندك. الحيطه دي تعتبر سكرين، والصوره اللي انت شايفها على السكرين دي تعتبر ايه، اسمها ريل ايمج. ليه؟ ان انت لو مش لو انت لو مش حاطط انت لو مش حاطط قدام اللايت بتاع لمبة البروجيكتور حيطة أو سكرين، أنت مش هتشوف صورة. لازم يبقى في سكرين تريسيف الإيمج، إيه؟ الإيمج عليها. طب في حالة البلين ميرور، لا مفيش الكلام ده، يبقى دي تعتبر اسمها فيرتشوال إيمج، نوت إيه؟ نوت فيل. الحاجة الثانية الديستنس ما بين الإيمج والميرور زي بين الأوبجكت والميرور، هي نفس الديستنس بالظبط. يعني لو ما بين الاوبجكت والميرور 2 متر، يبقى ما بين الايمج والميرور كام؟ برضه 2 ايه؟ 2 متر. وبالتالي هتبقى سيم سايز. تقف قدام المرايه انت بتشوف جسمك، ارتفاع جسمك هو بنفس ارتفاع الصوره اللي انت شايفها، تمام؟ حاجه بعد كده بيقول لاتري انفيرتد. يعني ايه لاتري انفيرتد؟ يعني مقلوبه بالعرض، اللي هو بالايه؟ يعني بالعرض، تقريبا اليمين شمال والشمال يمين زي كده، شمال يمين وابرايت. الساعه اصلا هي الساعه 3. العقرب اللي بيبين رقم 3 بص عليه في المرايه هتلاقيه اتقلب بالعرض اهوت. هو كان يمين على رقم 3، راح على الشمال رقم 9. بالشكل ده بقول عليها ايه؟ لاتري انفيرتد. خلي بالك كلمه انفيرتد بس معروفه بالنسبة لأي حد بيدرس فيزيكس، إن هي مقصود بيها upside down. إن هي إيه؟ up إيه؟ upside down. upside down. هل ديت upside down؟ لا. دي lateral inverted، يعني مقلوبة بالعرض. ممكن تكتب إيه؟ left light in left right inversion، يعني مقلوبة بالإيه؟ بالعرض. ودي هي البروبرتيز بتاعت البلين ميرور اللي عندنا. مستر هو ليه اسمها بلم، يعني هو مقصود ايه بلم ميرور؟ يعني فلات بلين، يعني فلات ميرور. فلات ميرور بلين مقصود بها فلات. تمام.
ده كده بالجزء الأولاني للإيه؟ بالنسبة للجزء اللي بعد كده هنتكلم على الإيه؟ الإيمج اللي بتتكون بالثن كونفرجنج لينس. الأول، في أي استفسار في موضوع الفلات أو البلين ميرور، ولا الدنيا كلها واضحة عند كل الناس؟ تمام يا مستر. هنا الدنيا اخبارها ايه؟ هنا تمام يا مستر. هو انت بس كنت اروى الاخبار ايه؟ فاهمة. كويس، ماشي. فريدة تمام يا هنتكلم على الثان كونفرجنج لينس، ودي تبقى ترانسبيرنت اوبتيكال بيس. خلاص، كل فائدتها ان هي بتكونفرج اللايت ريز اللي جايه عليها. طيب، هو فقط امر الثان لينس هم نوعين، في حاجه اسمها كونفرجنج لينس، في حاجه اسمها دايفرجنج لينس. احنا كل اللي عليك هي الكونفرجنج ايه لينس. طب هي ليه بتجمع اللايت ريز؟ انتوا لو احنا جينا خدنا قسمنا اللينز دي بالايه؟ بالنص كده. الجزء اللي فوق ده بيفكرك بايه؟ اول الخط الاحمر لغايه ترينجولار بريزم. برافو عليك، ترينجولار بريزم. واللي تحت يا احمد زيه زيه. طيب، واحنا بالظبط، واحنا متفقين ان اي لايت راي وهو خارج من الترانجل بريزم بيروح ناحيه مين؟ ناحيه البيز، صح ولا لا؟ طب حلو، فانت بتقول في عندك ترانجل بريزم فوق وترانجل بريزم تحت، والاثنين ليهم كومن بيز او هما بيز تو بيز. فاي لايت راي هيجي لك على البريزم اللي فوق دوت هيروح ناحيه البيز ولا لا؟ وده هيروح ناحيه البيز، واللي جاي لك من تحت اهوت كله بالظبط. فلازم اللايت ريست تتقابل، ان هو استراكشر الكونفرجنج لينس هو مماثل لل ماجنيفاير تقريبا. ما هي غير ماجنيفاير، هو مشابه ليه ان عندي تو بريزم بيز تو بيز. في بقى البارامترز او الفيتشرز بتاعت اللينس. اللينس دي عباره عن تو كيرفد سيرفيسز بالشكل ده كده. الكيرف اللي على الشمال دوت بيبقى ليه سنتر على اليمين اهو، والكيرف اللي على اليمين ليه سنتر على الشمال، وكأن بنقول ان التو كيرفز دول هم بارت من سفيرز، بس السفيرز بالكامل ما هياش ايه؟ ما هياش مرسوم. عشان كده دول اسمهم سنتر اوف كيرفيتشرز. يعني ايه سنتر اوف كيرفيتشر؟ النقطه اللي احنا عملنا منها الكيرفات بتاعت اللينز اللي عندنا. في عندك بوينت في سنتر اللينز اسمها اوبتيكال سنتر، اسمها اوبتيكال سنتر. اللاين اللي بيعدي بالسنتر اوف كيرفيتشرز والاوبتيكال سنتر ده بنسميه برنسبال اكسس. ده بنسميه برنسبال اكسس. برنسبال اكسس ليه اتسمى بالاسم دوت؟ هو اكسس عشان مر او بيباث ثرو الاوبتيكال سنتر. يعني كده اي لاين هيباث ثرو الاوبتيكال سنتر هنسميه ايه؟ اكسس. طب ليه تسمى برنسبل؟ عشان بيعدي بالسنتر اوف كيرفيتشرز كمان. التو بوينتس اللي اتحددوا دول اسمهم فوكس. اي بوينت هنا اسمها فوكس. كلمه فوكس المقصود بيها دي نقطه تجمع اللايت ريز. طيب النقطه تجمع اللايت ريز ديت دي موجوده على البرنسبل اكسس، فعشان كده اتسمت برنسبل فوكس. سميت برنسبال فوكس. طيب طب وديت انهي لايت ريز هتتجمع عندها؟ اللايت ريز اللي جايه فرق للبرنسبال اكسس هي اللي هتروح ناحيه الفوكس. يعني لو انت لقيت لايت ري جاي بالوضع ده كده، بقول لك اوصفه، تقول والله اللايت ري ده فرق للبرنسبال اكسس، ده لما يخرج من اللينس لازم يروح على الايه؟ على البوينت دي.
وملوش اي اتجاه تاني غير البوينت. المسافة ما بين الاوبتيكال سنتر للفوكس دي بنسميها فوكال لينث. بنسميها ايه؟ فوكال لينث. فوكال لينث المسافة من الاوبتيكال سنتر للسنتر اوف كونفيتشر دي مسافة بنسميها ريديوس. والريديوس بيبقى ريديوس كويس الفوكال لينث. كويس الفوكال لينث. يبقى الديفينيشنز اللي انا قلتها كلها. ركز شويه في تعريف البرنسبل فوكس. دي البوينت على البرنسبل اكسس وير البارال ريز تو ذا برنسبل اكسس كم افتر باسنج ثرو ذا لينز. دلوقتي هناخد الري دياجرام. يعني ايه ري دياجرام؟ احنا هنتكلم على اشهر 3 لايت ريز ماشي بيعدوا بالايه باللينز. اول لايت راي اللي هو بيجي بارال للبرنسبل اكسس. بيجي بارال لمين؟ للبرنسبل اكسس. وده لما بيخرج من اللينز بيروح على الفوكس على طول. تاني لايت راي حد يوصفه كده؟ هيكمل على طول تقريبا. لا اوصف الاول هو جاي ازاي. هو يعني هو يعني بالنسبه للاكسس هو جاي بانجل بس هو مش بيربنديكولار ولا بارل. هو مش وهو نعم نزل على الفوكال بوينت بالظبط. هو جاي نازل على بيباث ثرو مين الفوكس الفوكال بوينت بالظبط. ده هيخرج بارل هيكمل بارل هيكمل بارل للبرنسبل اكسس. يبقى اللي جاي بارا للبرنسبل اكسس يعدي بالفوكس واللي جاي بالفوكس يخرج ايه يخرج بارا. ده بقى اللي بيباس ستريت. واحد يقدر يقول لي ليه اللايت ري دوت لما عدى بالاوبتيكال سنتر ماشي كده ستريت؟ عشان هو ما تعرضش لاي يعني هو معدى سنتر ما تردش لأي حاجة فعدى زي ما هو يعني. يعني ايه ما تردش لأي حاجة سنتر؟ يعني مستر هو يعني مثلا التو سايدز او التو ايجز بتوع اللينس يعني هو معدي من سنتر فالانسيدنت ري اصلا بزيرو فهيعدي برضو تبقى بزيرو. انسيدنت انجل يعني زيرو. في حد عنده اي تفسير تاني؟ ليه اللايت ري دوت مشي ستريت؟ لا الانجل اوف انسنس ما هياش بزيرو يا فريد. انا عايز فمستر مش قصدي ان الانجل اوف انسنس بزيرو بس لا هي فريده يعني هو عدى. لا هي فريده اللي بتقول. لا ما انا تقريبا قلت كده من غير مقصود يعني. ممكن علشان كده هو يعتبر قسم اللينس نصين فهات في افكت لينا او هو بين النص بالظبط. بص يعني انت قربتي شويه للاجابه يعني الحته دي احنا قسمين اللينس نصين النص اللي فوق ايه طب مش احنا قلنا اللينز ديت عباره عن اثنين بريزم بيس تو بيس ولا هو حصل ديفيجن لللايت باستخدام البريزم الايه اللي فوق والديفيجن ده اتعادل بالبريزم الايه اللي تحت. عشان كده بنقول ان هو بيمشي ايه بيمشي ستريت. هنيجي بعد كده ليه ازاي الكونفرجنج لينز بتستخدمها
علشان تكون image لبعض الأوبجكتس. لو الأوبجكت اللي قدام اللينز موجود في الانفينيتي، يعني ايه في انفينيتي؟ يعني في مكان بعيد جدا زي الشمس، اللايت رايز ديت بعد ما تخرج من اللينز بتروح على مين؟ على الفوكس بالظبط. بنقول لين اي لايت راي بارل للبرنسبال اكسس ده بيروح على الفوكس. فالنقطه المنوره قوي ديت هي وتعتبر كانها ايمج للصن، كانها بوينت ايه؟ بوينت ايمج للصن، يعني ايمج مجرد ان هي نقطه. وده طبعا اوبجكت موجود في مكان بعيد جدا جدا جدا. طيب هنقرب الاوبجكت لمسافه اكبر من ال 2F. ايه ال 2F ديت؟ احنا اتفقنا قلنا من الاوبتيكال سنتر للفوكس ده سميناه ايه؟ ده 2F ده radius صح؟ اه من عشان radius توايس الفوكال لينث بالظبط كده. هو من الاوبتيكال سنتر للفوكس دي اسمها فوكال لينث، وانا من الاوبتيكال سنتر للمكان ده ده radius وده توايس الفوكال لينث فكتبنا عليه 2F. طبعا هتلاحظ ان انت في عندك اربع مسافات، الاربع مسافات زي بعض، من الاف لل 2F ادي مسافه، من الاف الاوبتيكال سنتر مسافه، ودي كمان ودي كمان، الاربع مسافات دول زي بعض عشان لما تيجي ترسمهم ترسمهم زي بعض. طيب بدانا نرسم الثري ريز المشهورين بتوعنا. اول واحد فوق اهو، اوصف اول واحد كده. بارالل برنسبال اكسس، اه بارالل برنسبال اكسس، وبعدين بيباس ثرو ال وبيباس ثرو الفوكس. اه حلو. التاني اللي بيجي ستريت ثرو الاوبتيكال سنتر بيبقى بارالل بقى، وده حصل ايه؟ حصل ان التو ريز دول عملوا انترسكشن في بوينت. الري التالت اللي جاي ثرو الفوكس وخرج بارالل قابلهم ولا لا؟ الانترسكشن بوينت ديت هي بالنسبه لنا الايه؟ مكان الايمج اللي عندنا. مكان مين؟ الايمج، الايمج اللي عندنا. طيب في بقى هنا شويه ملاحظات في الدروينج دوت ضروري لازم تفهمها. اول حاجه انا لازم احدد اتجاهات للريز، مين اللي داخل ومين اللي خارج، ادي واحد. طيب الحاجه الثانيه، احنا واضح لينا ان الثري ريز دول ايمينيتد. يعني ايه ايمينيتد؟ هم خارجين من النقطه دي، صح كده ولا لا؟ اللي هو مين؟ اللي هو التاب بتاع الاوبجكت. ايه اللي حصل؟ الثلاثه اتجمعوا فين؟ في التاب بتاع مين؟ في الايمج، يعني الايمج. لا يبقى افهم من كده ان اي لايت راي هيخرج لي من النقطه بتاعت التاب بتاع الاوبجكت ويجي على اللينز لازم يروح يعدي بمين؟ بالايمج، هيبقى بالتاب بتاع الانترسكشن الايمج. لازم يعدي بالنقطه دي. طب سؤال، الري اللي انا رسمته تحت ده والري اللي انا رسمته فوق ده دول ينفع كنت ارسمهم قبل ما ارسم اي التلاتة الاصليين دول؟ تقريبا لا، عشان هما كانوا محتاجين يشوفوا الايمج فين عشان يعرفوا يروحوا لها، فده ما كانش هينفع غير من غير بالظبط كده الريز الاساسيه، يعني الثلاثه دول هما اللي هيعرفوني مكان الايمج فين، هما الجايد يعني بالظبط، هما الجايد بالنسبه لي، هما الثلاثه الاساسيين في الرسمه اللي بالنسبه لي. بعد ما يترسموا لو انا عايز اقسم مليون لايت راي جاي لي من النقطه دي خلاص يروح باللينز ويروح جاي واصل للنقطه دي. طب لما نيجي نعمل ديسكريبشن للايمج، اول حاجه الايمج دي كان بي ريسيفد اون سكرين، هوريها لكم ازاي في فيديو، فدي تعتبر كده ايه؟ ريل ايمج. تاني حاجه انفرتد، تاني حاجه ايه؟ انفرتد، انفرتد شكلها اصغر كمان، وبرضه ايه؟ سمولر ذان الاوبجكت، او بيتقال عليها ديمانجد، بيتقال عليها ديمانجد او بيتقال عليها سمولر ذان الاوبجكت. نقرب الاوبجكت شويه، خلي بالكوا الاوبجكت هنا فين؟ على مسافه اكبر من ال 2F. طب هنا الايمج موجوده فين؟ ما بين بينهم بقى، بين الاف و 2F. حلو قوي، قرب الاوبجكت شويه كمان اهو، قربناه فين؟ عند 2F، واقف على 2F. جميل، رسمنا مين؟
3 main rays. الاولاني بارايل اهو، عدى بالفوكس، تاني بالاوبتيكال سنتر، التالت بالفوكس خرج بارايل. هتلاحظ ان الاوبجكت كان فين قبل كده؟ هو كان عند 2F واتقابل عند 2F قبل كده كان كان بعد كان يعني كان الاوبجكت هنا صح؟ والايمج كانت هنا. دخلنا الاوبجكت لجوه شويه، الايمج خرجت لبره شويه. لا يبقى معنى كده كل ما الاوبجكت يقرب الايمج تبعد، صح ولا لا؟ صح. طيب ولما بعدت كبرت ولا ما كبرتش؟ كبرت. يبقى لما اجي اوصف الصوره ديت هقول له برضه لسه ستيل انفيرتد وستيل ريل، ودلوقتي هي ايكوال ان سايز للاوبجكت. ايكوال ان سايز ليه؟ الاوبجكت ليه الاوبجكت لا. الناس فاهمة ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ تمام يا مستر. نقرب الاوبجكت اكتر، نحطه جوه ما بين الاف والتو اف، الايمج هتروح فين؟ تخرج لبره اكتر، صح ولا لا؟ هتقع بعد مين؟ هتقع بعد التو اف اهو. هتقع بعد ايه؟ بعد التو اف او ريديوس. بعد التو اف. كده نقول كل ما الاوبجكت يقرب الايمج تبعد وايه وتكبر. لو هوصف الايمج دي هقول ايه؟ حد يقول لي كده؟ انها هتبقى انفرتد وهتبقى اكبر. بس يعني مش عارف هتبقى ريل ولا لا، او فيرتشوال. طبعا ريل. ريل. الصوره ما دام الرسمه ما دام ما فيهاش اكستنشنز تبقى ريل. ما فيهاش ايه اكستنشنز خالص هتبقى ريل. تمام. طيب هتبقى ريل. هتبقى ريل. طيب حلو قوي. نشوف نحط الاوبجكت فين دلوقتي بقى؟ على الفوكال بوينت. الفوكال بوينت بالظبط. الريز اللي خارجه منها حد يوصفها لي كده؟ ما فيش انترسكشن بوينت. جميل. يعني ده معناه ايه؟ احنا محتاجين نعمل اكستنشن. لو انت كده دول هم اصلا الريز مش خارجين لبعض بارل، مش هيتقابلوا اصلا حتى عملت اكستنشن. بالظبط. ما دام ان هم مش هيتقابلوا معنى كده ان هيبقى في ايمج. لا معنى كده مفيش ايه؟ مفيش ايمج اصلا. بالظبط. تتكون يعني معنى كده ما فيش ايمج. بالظبط. طيب ناقص ايه بقى؟ ان احنا نخلي الاوبجكت ما بين الفوكس اللي هي النقطه دي اهي واللنس. نبدا نشوف الاوبجكت في الحاله ديت هنرسم ليه 2 مين ريز من الثلاثه اللي عندنا. الاولاني اللي هو البارل راح للفوكس اهو، لا راح، والثاني عدى بالاوبتيكال سنتر مش ستريت. هل دول كده هيتقابلوا هنا؟ لا. نعملهم ايه؟ اكستنشن بالصوره بقى. اكستنشن عشان تتقابل. اتقابلت الاكستنشنز في المكان ده. ما دام الاكستنشنز هي اللي اتقابلت يبقى الايمج ديت هقول عليها فيرتشوال ولا ريل؟ فيرتشوال. 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 طيب ديت هتبقى ماجنيفايد مظبوط؟ وهتبقى ابرايت مظبوط ولا لا؟ يبقى دلوقتي الايمج كده ماجنيفايد وابرايت وايه؟ وفيرتشوال. فيرتشوال. والحاجه الثانيه الرابعه ايه؟ ان الاوبجكت والايمج الاثنين في نفس ايه؟ في نفس السايد. نفس السايد. نفس السايد. ليه؟ كان قبل كده
بصوا الاوبجكت واحدة واحدة فوق واحدة تحت، واحدة يمين والتانية شمال واحدة وبرده صح، الايمج وانفرتد والايمج وانفرتد. انفرتد، فالريل بتبقى انفرتد، الفيرتشوال بتبقى ايه؟ بتبقى ابرايت. ابرايت ودي اللي بنستخدمها في الماجنيفاين كلاس. بنستخدمها فين؟ في الماجنيفاير او الماجنيفاين كلاس، الماجنيفاين لينت. دي نوت اخيرة عشان تبقى الموضوع دوت الاوبجكت تعمل له ماجنيفيكيشن اكتر او الايمج تبقى مور ماجنيفايد، نصغر الفوكال لينث اللي عندنا ده. نصغر الفوكال لينث ايه اللي عندنا، اوكي كده يا جماعه تمام. طيب تعالوا نشوف بقى كده فيديو يفهمنا شوية حاجات. أراكم دلوقتي. يا سلام على الهارد ديسك والله ما قطع. بس اسمع بقى الفيديو ده كده ونشوف اللي بيحصل. Lenses. Objectives. To understand the formation of a convex and a concave lens. And to understand how these lenses work. Convex lens. Arrange two prisms so that the rectangular rough surfaces are facing each other. The parallel rays incident on the prisms emerge on the other side after refraction and intersect at a point. Insert a few more slabs of rectangular prisms between the two prisms. The parallel rays incident on such an assembly will lenses intersect at a point. Insert a few more slabs of rectangular prisms between the two prisms. The parallel rays incident on such an assembly will undergo maximum refraction at its top and bottom. The rays undergo no refraction at the center of the lens. Now, if we arrange two more prisms at the side of this arrangement, then the incident rays emerging from them also converge at the same point. A single piece of glass formed in this fashion is called a convex lens. We can consider these equally curved surfaces of the lens to be small parts of spheres. The center of these spheres is called the center of the curvature of the lens.
The radius of the spheres is known as the radius of curvature of the lens. The line joining the center of curvature on both sides of the lens is known as the principal axis, which passes through the optical center of the lens. The light rays parallel to the principal axis and incident on one side of the lens undergo refraction and converge at a point on the principal axis on the other side. This point is called the focal point or focus of the lens. The distance from the optical center of the lens to the focal point is called the focal length of the lens. The focal length of the lens depends on its curvature. Take two lenses of the same diameter, but of different thickness and hence curvature. When the parallel light rays are incident on them, you can observe that the light rays passing through the thick lens undergo more refraction and get converged at a shorter distance, as compared to the thin lens, which causes less refraction. So we can observe that the thick lens has a shorter focal length than the thin lens. The image formed by the convex lens in this case is a real image of an object. The convex lens can focus the light from the sun to a point on the other side of the lens. The concentration of light energy at this point causes the paper to heat up and burn. The lens in a human eye is convex in nature. We should not look at the sun directly, as it can damage our eyes permanently. Hence, we have understood that the rays of light incident on a convex lens get converged on the other side. So it can also be called a converging lens. فهمتوا جماعة الدنيا ماشية ازاي؟ أيوة يا مس. في حد عنده أي استفسار في الدرس؟ No. طيب يا ريت تخش على الإكزامبل. تمام يبقى دي أول سؤال معمول بيه صح. السؤال الثاني قول يا محمد عادل. برضو عملها بيه مظبوط. حد عمل غلط؟ طيب فريدة 3 عملتها دي. طيب يعني انت عارفه الصوره هتتقلب بالعرض، يعني السهم اللي على اليمين هيبقى ناحيه ايه؟ الشمال. حلو قوي. طب هو مش ده على الشمال يجي لك يمين ولا ايه؟ طيب هنا بقول converging lens has focal length 7 سنتيمتر an object height 2 سنتيمتر is placed 3 سنتيمتر from center of the lens. Figure 7.1 full scale grid of that shows the arrangement of the object lens and two principal foci. هنا بيقول by drawing on figure 7.2 show how the lens forms an image of the object. طبعا اول حاجه هبدا ارسم الريز بتاعتي والدنيا هتتظبط لوحدها. ادي اول ري اهو parallel principal axis هاجي من النص بالظبط بتاع اللينز واروح جاي ايه موديه على ايه على البرنسبل فوكس زي ما انتم شايفين كده. الري التاني اللي هيجي من نفس النقطه through الاوبتيكال ايه الاوبتيكال سنتر. بص خليك بقى ذكي وانت بترسم. انت شايف ان الاوبجكت على مسافه اصغر من الفوكال لينث، يبقى انت عارف ان انت هترسم اكستنشنز. انت عارف انت ترسم ايه؟ ترسم اكستنشن. يبقى وانت بترسم اللاين ده انت هتحط المسطره عشان ترسمه مش ما تطلعش يطلع بره الجراف يعني صح؟ لا اللي انا اقصده ان انت وانت بترسم ارسم اللاين لتحت كده واعمل الاكستنشنز بتاعته لفوق عشان تضمن ان الاكستنشنز تبقى مظبوطه يعني مظبوطه مع الري. نفس الكلام في ده وانت بترسمه ها زود ارسمه معايا برضو ال بالظبط كده. اهي في المكان ده اتقابلوا خلاص في المكان ده هرسم
ايمج كده اهي عشان تبقى هي مين. مش شكلك ادي الايمج. طيب عايز يعرف فيتشرز للايمج، قول واحده كده يا سيف. فيرتشوال مثلا. بالظبط. قول الثانيه كده يا احمد يا حمدي. ابرايت. الهايت ايه يا اروى؟ مش عارف. مش عارف ايه ما قستيش؟ ثاني ما هو عشان مش حاطط ارقام على الجراف. ما هو قال لك، قال لك ان الفوكال لينث كام؟ 3 سنتيمتر، وقال لك الهايت بتاع الاوبجكت كام؟ 2 2. يعني انت المسافه دي كده، ها المربع الكبير ده كله بيمثل لك كام سنتي؟ 2 2. يبقى انت مشيت من هنا ادي 2 سنتي. ها يعني 1.8 كده. طيب كده بتقولي ده كده 2. ثانيه هعد 2 او سوري 3.2468 يعني almost 3.8 او 3.7 حسب برضو رسمه وانت رسمها ازاي. يبقى هنا كده كام؟ يبقى بالنسبه اللي انا عامله 3.88 او 3.7 سنتيمتر. طب مستر هو انا استعمل مسطره وطلعت 3.5 فده غلط كده صح؟ لا انت تاخدها على السكيل اللي هو عامله لك، بس هو قال لك ده سكيل دياجرام. اقول لك مش بيديني الكلام ده. لا خلاص هتقيس بقى. لو انت كنت رسم على ورقه بيضاء، الرسمه دي كانت على ورقه بيضاء خلاص. اوكي عايزين وان ابلكيشن للكلام دوت. هنقول ايه؟ ماجنيفاير او ماجنيفاينج لينس. ماجنيفاينج جلاس. طيب هوريك برضو موضوع ازاي ايمج كان بي ريسيفد اون سكرين عشان برضو تبقى انت يعني فاهم الحته ديت وما يحصلش معاك اي لخبطه. بص كده ده كده اسمه اوبتيكال بنش، له شكل جديد في المعامل بس ما علينا، هنعمله بشكل بسيط قوي. كده دي حته خشب اهي، يعني هتاكت لايك سكرين بالنسبه لنا. ده اسمه لينز هولدر، ملاحظين ان هم على بلين واحد اهو، السكرين واللينز هولدر والاوبجكت. هو يحط شمع، هيولع شمع يحط هنا تمثل الاوبجكت بالنسبه لنا. في لايت ريز هتيجي من او في لايت اللي هو جاي من اللام من الفليم هيباث ثرو لينز، فبالتالي هيكون ايمج للفليم على السكرين ديت. طبعا شايفين البلين بتاع الاوبجكت واللينز والسكرين كلهم بارال لبعض والمست كلهم سيم هايت. هيبدا يحرك الاوبجكت اهو لغايه ما يشوف صوره هنا كده اهي. شايفين بدات هنا في اضاءه تظهر اهي، دي اسمها ويل فوكسد ايمج او الشارب ايمج. شايفين الفليم ابرايت والايمج بتاعته اهي انفرتد ايه ابسايد اب. لو السكرين دي ما كانتش موجوده ما كانوش ما كناش نشوف ايه الايمج دي قدام. شفت رغم يعني ايمج كان بي فورمد اون سكرين ولا؟ تمام يا مستر. اوكي طيب بصوا شباب، هو يعني احنا المره اللي فاتت في السنتر كنا خلصنا نفس الجزء دوت، والهومورك بتاع الديفراكشن ما عملناهوش. كنا هنعمل كل الهومورك ده المره اللي جايه ونعمل كويز بتاع الايه اللينز والديفراكشن مع بعض
برضو المرة الجاية، عشان بس الناس تبقى كلها واقفة عند نفس النقطة. ليه؟ عشان الناس اللي حابة تحضر في السنتر المرة الجاية تبقى الناس ماشية مع بعض بالظبط. فهنيجي نحس على كده، ويا ريت بس اللي هيبقى جاي السنتر يعرفني منكم، يبعت مسج على الواتساب وانا جاي. مستر انا احتمال اجي السنتر احتمال، فهبعت لحضرتك لو هيك. بس تبعت لي وانا اوكي.